هل سبق أن سمعت بمصطلح شخص في الوسط أو man in the middle في عالم الإنترنت؟ هذه الكلمة ببساطة تعني الشخص الذي يكون في المنتصف بين البيانات التي ترسلها للطرف الآخر والطرف الآخر، بحيث يستطيع من المنتصف التجسس عليها، قراءتها، ربما سرقتها وبدون علمه، لأنه بكل بساطة في منتصف طريق هذه البيانات فعليا، وهي أحد أهم وأشهر طرق التجسس والاختراق اليوم. فكيف تتم هذه العملية؟ ببساطة تخيل أنك في سوق تجاري عام أو في فندق وتستخدم شبكة الوايرلس العامة الخاصة بهذا المكان. كثير من المخترقين اليوم يسيل لعابه لاختراق مثل هذه الشبكات ليكون هو الشخص الذي في المنتصف، بحيث إذا قام باختراق الشبكة العامة هذه سيستطيع أن يتجسس على أغلب ما تقوم بإرساله وكذلك استقباله عبر هذه الشبكة. لذلك احذر دائما من شبكات الإنترنت العامة، ولا تستخدمها إلا في وقت الحاجة، ولا ترسل عبرها أي بيانات أبدا إذا كانت شخصية وخاصة بك، لأن اختراقها ممكن وسهل في أغلب الأحيان. وقد يستطيع المخترق أحيانا إلحاق الضرر أيضا بك عن طريق بث بعض البرمجيات الخبيثة إلى جهازك، أو حتى تحويل دخولك لموقع معين ليكون إلى موقع آخر ضار. فاحذر دائما من الشخص الذي يجلس في المنتصف حتى ما يضرك.